وأغتنم الفرصة للتذكير بمناقشة الفيلم ستتم مباشرة بعد الفيلم وذلك بقاعة تنجي. شكرا لكم على حضوركم. شكرا جزيلا. قصر الحمراء أخا الكتب كريما يا ناقصي اقتحت سنه بلا تمشي تيثان ليس سيزن روحها وتتم مشى لحاجتك مشى من مرة مهم خوف مهم الفيلم تصور في المده بخسك بعد سمان والقصه هي على واحد المهندس مشهور في المدينه اللي كيلقاه ميت في لاغين ديال الناظور وابخي كيجي لان دي ميور انسبكتور في المدينه اللي كيدير لانفيستيغاسيون باش يلقى شنو وقع لهذا المهندس. انا اللي باغي نوجهها بالفيلم جميكسكيوز ولكن انا ما كنامنش بالرساله في فلاغ لان انا ماشي استاذ جامعي ماشي فقيه باش نعطي الوعظ الوغ انا سولمون كنهضر على الحوايج اللي كيصدعوني لداخل وكان بارطاجيهم مع الاودينس وجيسبيغي صدعوهم حتى هما ويوقع واحد النقاش تو سامبلومون. اول عام لا هذا هو ثاني عمل ديالي. العالم الاول كان مونسترز وحوش اللي كان دينا به جائزه ثقافة الامازيغيه وكنا حاضرين بزاف الفيستيفال اراوند ذا وورلد في العالم اللي دينا جوائز بزاف في العالم. عليكم بالفوري برا 16 المشاركة ديالي في هذا المهرجان مشاركة جد جميلة في هذا الفيلم اللي أنا عندي فيه دور ديال الحاج هولندا. هذا الفيلم اللي هو من إنتاج ومن إخراج ديال أكسيل فوزي. هذا الفيلم اللي تنتج في 2023 اللي كانت فيه واحد المجموعة ديال الصعوبات والإكراهات ولأنه هو من إنتاج خاص ديال سي أكسيل فوزي فالمشاركة ديالي فيه كان جميل عجبني بزاف وكنشكر سي أكسيل اللي سند لي الدور ديال الحاج هولندا اللي كان قبيح في الفيلم ولكن عجبني أنا الدور والفيلم راه قصه ديالها بسيطه مركبه الا مشينا نهضروا عليه غادي نطولوا فيها لهذا انا كنقول شكرا للجمهور شكرا للمهرجان شكرا نتوما اللي كتساندونا واللي كتشجعونا في المسيره ديالنا شكرا. ثاني تجربة ديالي سينمائية، أنا ممثل تلفزيوني مسرحي سينمائي. هذا الفيلم بالضبط كان هو لو دوزيام ديالي، لو دوزيام لون ميتراج، خدمت مع أكسيل ريفمان، مخرج اللي تخي بيرفيكسيونيست وكيهتم بلي ديتاي، ولو سيناريو اللي عجبني بزاف كان محفز بالنسبة ليا أنني ندخل في هذه الإكسبيريونس مع أكسيل. بالنسبه للرول ديالي كنلعب دور ديال وائل مهندس اللي كيلقى راسو في وسط واحد الاحداث متشابكه اللي السبب ديالها انه ظهرت واحد الجثه ديال واحد المهندس معماري على الضفه ديال مارتشيكا. دونك كاين تحقيق كاين ان انسبكتور اللي كيجبد القضيه وكيجبد الخبايا ديال شنو وقع الوغ كو انا البيرسوناج ديالي كنكون في واحد لا سيتوياسيون ديال ما زعما هو خايف من شي حاجه اخرى مي في الاخر كيصدق بانه كاين ان كريم.
عندي دور رئيسي في الفيلم ديال جثه على شاطئ ماتشيكا او على ضفه ماتشيكا عفوا. الدور ديال الانسبكتور ديال واحد المفتش الشرطه كيبحث في هذه القضيه. ما غاديش نقول واش جريمه ولا انتحار باش الناس يمشيو يتفرجوا. كاين فيه سسبنس تشويق الى اخره. الدور طبعا كان من اختيار لا ديريكسيون داكتور ديال المخرج اكسل فوزي وهو اللي كاتب السيناريو. كنتمنى الجمهور يعجبهم فرجه ممتعه. لا سبق لي مثلت في فيلم سينمائي نيت تشاركنا هنايا وحصلنا على جوائز سميتو اديوس كارمين او وداعا كارمين وكان من اخراج محمد امين من عمراوي. هذا ثاني فيلم ديالي سينمائي بار لي كور ميتراج وكنتمنى يكون في مستوى التطلعات ديال الجمهور. تعاوننا انا مازال ما تخلصناش تعاوننا باش على اساس ان نشوفوا الخير باش ما كان كيفضح. لا باش لا نقولوا للناس شنو واقع. راه الفيلم دار بواحد المجهود كبير كبير بزاف. درنا يتفليت على اساس ان نجحوا الفيلم باش ما كان ماشي ملي قلت ما تخلصناش ان احنا لا احنا اللي الهدف ديالنا هو نجحوا الفيلم باش ما كان.